حابين تقووا إشارة الواي فاي عندكم بالبيت، تابعونا بالفيديو لنشرح لكم عن اللينكسيس فالوب وكيف تقدروا تقووا سيجنال بكل البيت عندكم، المنزل والحوش أو الفيلا. اوكي، بتيجي عنا هذه العلبة، خلينا نفتحها مع بعض وفرجيكم بالضبط شو بيجي بقلبها عشان يكون عنا فكرة اوضح. بسم الله. مثل ما نكون شايفين جايين عنا ثلاث قطع. هلا بقولكم هذه طبعا اللي بيميزها عن جوجل واي فاي، لان يمكن تقولوا لي انتم في جوجل واي فاي، هل بيميزها عن جوجل واي فاي؟ هاي ما بتيجي بس دول باند، بتيجي كمان في باند زيادة مشان تقدروا تشبكوا ما بين القطع الثلاثة. ما شاء الله تبارك الله، مثل ما نكون شايفين هاي قطعة وهاي اثنين وهاي ثلاثة. طبعا بيجي الإثرنت كيبل مشان تشبكوا من المين راوتر اللي عندكم تبع البيت للقطعة الأساسية. هون بيجوا عنا الباور بلاجز، الكهرباء، مشان كل قطعة نقدر نشبكها بكهربتها الخاصة وتصير تتوزع على البيت كله. خليني اشرح لكم الطريقة بشكل سريع شو هي وكيف بتصير. هدول ثلاث قطع. اوكي، بسم الله، خلينا نشيلها لهي. حسب ما نكون مثل ما نكون شايفين هون فيها اثنين للإثرنت لتشبكوا واحدة من الراوتر الأساسي عليها، وواحدة لتطلع إذا بتكون تشبكوا على دايركت مثلا على بلاي ستيشن او على اللابتوب او اي شيء انتم عم تستعملوه. بالاضافه في عندكم الباور اللي بتحطوه هذا تشارج لعطيتكم اياه، وزر الاون والاوف، بالاضافه لزر الريست. كل وحده فيهم عندها نفس الشيء، نفس الشيء، كل وحده فيهم من تحت عندها نفس المآخذ والباور بطن. هاي شو فيكم تعملوا؟ اول شيء بتشبكوا هاي على الراوتر الاساسي، بعدين بتحملوها هي الهوت سبوت الاساسي تبع البيت. بنفس الوقت بتعرفوا الثانيه، النقطه الثانيه عليها، وبتعرفوا بعدين النقطه الثالثه على الثانيه. هذا كله بيصير عبر تطبيق لينكسيس يلي هو هذا فرجيكم عليه. مثل ما انتم شايفين بتفتحوا التطبيق بيطلع لكم الفيلوب، بتفوتوا على الفيلوب سيستم، ومن هون بتبلشوا انتم بتعرفوا القطع على بعضها. شو فيكم تعملوا؟ اول شيء اللي فيكم تعملوه، طبعا هلا انا بعدين هعملها هيدي وزبط لكم اياها، اللي فيكم تعملوه مثل ما قلت لكم بتشبكوا هيدي القطعه على المين راوتر اللي عندكم بالبيت الانترنت، وبعدين بيتعرف هذا التطبيق ببلش يمشي يشتغل بيعرف هاي على الراوتر، بصير في لها هاي باسورد عام، وهاي نفس الباسورد بصير لها وهي نفس الباسورد، من بعد ما يتعرفوا على بعض الثلاثه. شو فيكم تعملوا؟ بتحطوا باخر البيت او انتو وين عندكم اقوى نقطة للارسال تبع الانترنت اللي عندكم بيت، ان كان 4G ولا كان DSL ولا 3G. شو بتعملوا؟ بتشبكوها باقوى نقطة بالبيت، ترجعوا هاي بتحطوها بنص البيت محل ما انتو يعني يكون عندكم نقطة وصل ما بين الاولى والاخيرة، هاي بتحطوها بالنص بالضبط ما بينهم، وهاي بتحطوها باخر نقطة بالبيت، وهيك ساعتها البيت كله عندكم بيصير في اكسس لانترنت نفس السرعه بنفس القوه من دون ما تعطلوا اي هم. طبعا هون هيدول بيعطيكم الهيلث قديش الانترنت ماشي حال ولا في مشكله بالمكنه، من الالوان بتضوي ازرق او زهر او احمر او يلي هي. اذا عندكم طابقين نفس الشيء بتعملوا، بتركبوا الانترنت مثلا بالدور الفوقاني، اذا انتم عندكم الانترنت الاساسي راكب بالدور الفوقاني بتركبوا هيدي عليها، بترجعوا بتحطوا هاي على الدرج ما بين الدورين، وبتحطوا هيدي اخر قطعة على الدور يلي تحت. الحلو بالموضوع انه كل قطعة فيكم برضو تاخدوا منها ايثرنت كيبل وتشكوه باي جهاز عندكم، اذا انتم مثلا بالنقطة الوسط اللي عم نحكي عنها في عندكم هناك جهاز او مكتب برضو فيكم تشيلوا دايركتلي منها وتاخدوا ايثرنت وتشكوه بالجهاز. ومثل ما كنتم شايفين هون هيدي مثل الكاوتشوك بيبرق الكيبلز كلها تعيتها بطريقة مخفية من هون مثل ما نكون شايفين، وبتصفي شكلها حلو وما بتعود تضايق وتنزعكم المنظر. جهاز منه رخيص،
بس بقدر اقول لكم انه كتير 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 اساسي بالبيوت الكبيرة خاصة، واللي اللي عنده مشاكل من ناحية توزيع الانترنت بقلب البيت عم بيكون في عنده كتير ضعف وما عم بيوصل الانترنت مزبوط من نقطة الف لنقطة ياء. هيدا الجهاز حيقدمكم هالحلول، بنفس الوقت بتقدروا تنقلوا داتا ما بين بعضهم. اذا انا كنت شابك مثل ما قلت لكم بالإثرنت كابل على جهاز، بقدر انقل داتا على القطعة التانية او على القطعة التالتة. خلينا نعمل تيست لفرجيكم قوة السرعة من بعد ما انا ركبهم. حفرجيكم، حعمل سبيد تيست باخر نقطة بالبيت يلي هي ابعد من اول نقطة اللي ركب فيها اول جهاز، ونشوف ان شاء الله قديش عطت القوة البينج الامس بنفس الوقت السبيد. طيب انا هلأ شبكت، هلا انا بابعد نقطه بالبيت انا حطيت الراوتر الاساسي باخر اوضه بالمنزل، وانا هلا بالجيمينج روم واستديو تاعي محل التصوير يلي هي ابعد نقطه بالبيت. مثل ما انكم شايفين انا شابك على الواي فاي اللي هو دوجن تك، بس انتبهوا الواي فاي اللي شابك عليها هي وحده من قطع لينكسس، تطلع كان الراوتر الاساسي اللي عندكم بالبيت. خلينا نعمل تيست ونشوف قد السرعه اجمالا. انا بتكون حسب هلا نحن ضغط بالويك اند، بس اجمالا عم بتكون بين 8 من الاربعة لل 15 ميجا كل مره شكل. خلينا نشوف. بسم الله، شوفوا الام اس قد طلع ما شاء الله تبارك الله 19 ملي سكند البينج. شوفوا ليكو 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 ليكو، اكثر مره بيفتح معي على فكره. فتح اكثر من عاده لما بيفتح معي. انا عندي زين 4G على فكره، منه دي اس ال ما شاء الله. مثل ما انكم شايفين 22.78 ميجا بيتس بير ثانية، والابلود طلع 27.49 ميجا بيتس بير ثانية. هيدا انا باخر نقطة بالمنزل، انا قبل كان يطلع معي 1500 كيلو بايت يعني 0. او 1 ميجا. ليكو اليوم قد طلع معي من بعد ما ركبنا جهاز الفيلوب، عن جد ما شاء الله تبارك الله. انا اول مرة عم بعمل تيست انا وياكم عم نجرب، عن جد شيء خرافي ما شاء الله. حتى على فكرة القطعة الثالثة منا راكبة بقلب الجيمينج روم، راكبة بالضبط براتها بشوي يعني خارج الغرفة على الباب تقريبا، مش برضو توزع على المنطقة. انا منزل عندي ما شاء الله كبير شوي، فممتاز جدا جدا جدا. جهاز فعلا فعلا بيستحق انه يعني عن جد سعره فيه للجهاز ما شاء الله. فيلوب من شركة لينكسس. في شغلة كمان، هيدول شفتوهم هيدي العلبة اللي احنا جتنا من فيلوب، هيدي بتيجي 3 قطع فيها، في منه بيجي قطعتين. فيكن حتى تشتروا كل قطعة لحال، اذا انتو بعدوا المنزل تاعكم بحاجة لأكتر من هيك تقدروا تشتري قطعة لحالة وبرضو تصيروا تعرفوها على 3. فيكن تشتروا 3 او 4 قطع او 5 قطع قد ما بدكن وتوزعوهم بالبيت. اتمنى انه يكون فتكم بهالفيديو، فعلا جهاز بيستحق الاقتناء خاصة اللي عنده بيت كبير او عنده الحوش تاعه برات البيت. هديك المرة كان في شوية اراء يعني سلبية عن شرحي لموضوع لينكسس اللي مقوي الواي فاي اللي عملت لكم عليه قبل. مش عارف شو كان بدكم بعد، بدكم يعني ايش اشرح لكم بالتفصيل كيف بتركب القطعة على المودم وتوزع البيت. يعني اذا بتحبوا هيك شيء شرح مفصل بقدر اعملكم، بس انا ما بدي اخذ وقتي، انا بهمني اوصلكم الفكره وخبركم هذا الجهاز شو بيقدر يعمل او هيداك الجهاز اللي كان موجود. بتمنى اني كنت واضح. الابلكيشن هو لحاله بيعمل ستيب باي ستيب، نيكست نيكست نيكست، هو بيصير بيعرفهم. انتم اهم شيء بس تكونوا شابكينهم وموصلين اول قطعه على جهاز المودم اللي عندكم بالبيت ثرو ايثرنت كيبل وعليهم كهرباء كلهم، وبعدين هو لحاله بصير الجهاز بيقول لكم يلا بيجهز لكم كل شيء. هحط لكم كمان رابط الابلكيشن اللي هو اسمه لينكسس، فيكم تستعملوه للفيلوب ولغير اشياء برضو. فعلا فعلا جهاز عن جد كتير مبسوط منه. انا بتمنى انه يكون عجبكم الفيديو، بتمنى ان يكون شرحت كل شيء، بتمنى انه يكون عجبكم الفيديو. بليز ما تنسوا تحطوا لايك وتعملوا شير، واللي ما عمل سبسكرايب بليز يعمل سبسكرايب وتشغلوا النوتيفيكيشن عشان كل ما نزل فيديو يوصلكم اول باول. نشوفكم مرة تانية بحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.